السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. هاد الطبق ديال اليوم هو عبارة عن أكلة مغربية معروفة اللي هي الرفيسة ديال التريد. ندوزو على بركة الله نشوفو كيفاش غادي نوجدوها. أول حاجة غادي نوجدو العجين اللي غادي هو اللي غادي نصايبو منه التريد. بالنسبه لهاد العجين كناخذ الدقيق الابيض. انا خديت هنا الكميه ديال كيلو ديال الدقيق، ضفت له القليل من الملح، وغادي نعجن بالمدافي ونعجن العجينه مزيان، ندلكها مزيان، نخليها ترتاح واحد المده ونكون منها كويرات صغيره. وهاد الكويرات غادي نخبزهم في المقله الثقيله كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بديت نخبز، كناخد العجين وتنبسطو رقيق وتنبدا ننزلو في المقله، وفي ما طابت وحده تنحط فوقها الاخرى ونبقى غاديه هكا وانا تنخبز بهذه الطريقه اللي غتشوفوا معايا حتى نكمل الكميه كلها ديال العجين، ونتسنى عليه يبرد شويه هذا التريد ديالي يبرد، ونقطعو بالمقص ونحتفظ به جانبا حتى نوجد المرق اللي غادي نسقيو به.
هنا كملت الخبيز كيف ما كتشوفوا كيجي هكا يا خفيف، ما فيش بزاف ديال الزيت باش تجي معانا الرفيسه مزيانه وتجي ما تجيش ميدمه وثقيله. ندوزو دابا نوجدوا المرق. بالنسبه للمرق كنحتاج واحد التوابل اللي هما هادو، عندي الخرقوم بلدي مطحون، عندي سكنجبير، عندي الفلفل الاسود، هنا عندي المساخن او ما يسمى راس الحانوت، وعندي الملح، وعندي واحد الضويمه ديال الزعفران الحر. غادي نزيد عليهم واحد الكاس الماء ونخلطهم مزيان حتى ينسجموا، وغادي ندوز فيهم الدجاج، ندخل معاه القمامه مزيان، ومن بعد غادي نصبوا المرق ديالنا. هنا نزلت الدجاج في الطنجره وزدت عليه هذيك التوابل اللي كنت رقدتو فيها، وغادي نضيف واحد الكميه ديال الماء اللي تكفيني فاش يطيب ليا الدجاج وباش نسقي التريد ديالي، وغنشعل عليها النار ونخليها واحد المده ونرجع نضيف لها باقي العناصر. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي البصله 4 الحبات، عندي قبطه ديال القزبر، عندي العدس مفزق مغسول نقي ومفزق في الماء، هو والحلبه حتى هي نفس الشيء، عندي السمن وزيت الزيتون، وعندي كره ديال الثومه. نقطع البصله ورجع معاكم. هنا كيف ما كتشوفوا ضفت زيت الزيتون والسمن للطنجرة من بعد ما غلات شوية، وغادي نضيف البصلة اللي قطعت والقزبر، ونضيف هذاك الثوم، ونتسنى على الطنجرة ديالي نتسنى على الدجاج ديالي يطيب مع البصلة، وغادي نرجعو باش نطيبو العدس والحلبة. بالنسبه للعدس والحلبه غادي نطيبهم كل واحد بوحده. غادي ناخذ من المرق ديال الدجاج ونطيب العدس في طنجره والحلبه بوحدها في طنجره، لان الحلبه كاين بزاف اللي ما تيبغيهاش كنطيبوها بوحدها. وندوز باش نحضر باش غادي نزين الطبق ديالي. بالنسبه للتزيين كيبقى بحسب الاختيار، انا هنا غادي نزين بالبيض ديال السمان اللي غادي نسلقو. هنا عندي القليل من اللوز فزقته في الماء غليان وغادي نفسخو ونقليه، عندي حبات ديال التمر، وهنا خديت كنافه وحضرت بها هكا اعشاش اللي غادي ننزل فيهم البيض ديال السمان. بالنسبه لهاد الكنافه كندهنها بشويه الزبده دايبه، وندخل هاد الاعشاش اللي كتشوفوا معايا اللي حضرت، غندخلهم الفران يتحمروا شويه ياخذوا واحد اللون ذهبي، وغادي نخرجهم. وفي نفس الوقت غادي نفور المسمن اللي ما يسمى بتريد، هذا اللي كتشوفوا معايا في الاناء، غادي نفوروا واحد الفوره، غير فوره واحده،
ونرجع ناخذ المرق اللي طيبت ديال الدجاج ونسقي الطبق ديالي ونشوف ان شاء الله الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي اللي كتشوفوا معايا ديال طبق اليوم اللي هو الرفيسه المغربيه بالتريد. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذا الطبق اللي ينال اعجابكم هذا الطبق اللي وجدت معكم اليوم، زينتوه بهذا الشكل اللي كتشوفوا. شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخليوا ليا كتشجعوني. فضلا منكم اللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يشوف الجديد. حتى لهنا نقول لكم شكرا والى اللقاء في موعد قادم ان شاء الله.